أهلا مشاهدينا في كل مكان، ومن مسكاغرو إلى تنينة ودبايوة وسلام لشرق السودان تحديدا، مع قبائل ومجموعات مكونة لشرق السودان. نزعل جدا أن يكون مع الأستاذ حسن عثمان رئيس مجلس شورى الهدندوة، وأيضا الأستاذ أبو فاطمة أحمد أونور مدير مركز دراسات قص الأثر. أستاذ حسن مرحبا بك، أنت زميلي يعني في المقام الأول. نقول لهم كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله دائما في سعادة وفي هنايا يعني. إن شاء الله حبابكم عشرة. طيب نحن يعني مرحبا، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وأنا حسن عثمان إبراهيم رئيس مجلس شورى قبائل الهدندوة. حبابك مرحبين. نتد الترحيب أيضا بأستاذ أبو فاطمة مدير مركز دراسات قص الأسف، مرحبا بكم. حبابكم، حباب برنامجكم الجميل، حباب قناة البلد، وأنا سعيد جدا أنه الليلة نحن نكون ضيوف عليكم إن شاء الله. مرحبا. منورين بإزاي بعدين شرق السودان. ونحن هسه من حلفه وزياء حلفه وطوالي حنمشي لشرق السودان وتحديدا البحر الاحمر. استاذ حسن، بدايه خلينا نتكلم عن يعني المكونات الاجتماعيه لمدينه يعني او عموما لشرق السودان بصوره عامه. طبعا هو يعني المكونات السودان، طبعا اقصد شرق السودان هو سودان مصغر، لكن اصلا القبائل الموجوده، القبائل الاصليه في المنطقه طبعا الهدندبه والبشارين والامرر والاتمن والحلنقه والبنعامر وكده. دي المكونات الموجوده بالاضافه للقبائل السودانيه الاخرى يعني. القبائل، قبائل شرق السودان الاصليه والقبائل الثانيه، يعني في تعايش سلمي بيناتهم؟ موجوده يعني تعايش سلمي، كل الناس في وئام ومنسجمين يعني ومتصاهرين كمان. جميل. الحمد لله. استاذ ابو فاطمه، برضه ناخذ لمحه كده برضه عن شرق السودان يعني. جميل. وزي ما قال الرئيس حسن عثمان بك، هو رئيس مجلس شورى الهدندبه، وانا امين عام مجلس الشورى. وحقيقه الشرق هو زي ما قال الرئيس حسن، هو السودان مصغر فيه، كل السودان، ويمكن الجميل فيه وفيه اقدم مدينه سودانيه هي مدينه سواكن. والشرق يمكن من أميز حاجة في جغرافيته، هو فيه استحوذ على الساحل السوداني اللي كان يستقبل كل الحضارات، وبالتالي عشان كده نزح له كل السودان، بالتالي هو مستقبل لأغلب المجتمعات السودانية المتواجدة هناك، وهي منصهرة ومندمجة، وهو رمز للسلام الاجتماعي. لكن بشكل رئيسي هو المكون الكبير، هو الأساسي والأصل هما البجا، زي ما ذكر الأخ رئيس مجلس الشورى حسن بيك، هو بيسميه لأنه طبعا هو ابن سليل نزار الهدندوة، جده إبراهيم بيك هو كان الرجل الذي على رأس الوفد الذي كان زار المملكة المتحدة، مشى لندن في القرن السابق. فبالتالي شرق السودان كان مسجل حضور في كل العهود يعني، ويكفي أنه شرق السودان كان هو الرافد الاساسي بالنسبه للثوره المهديه وعثمان دقنا والتراث الاثر الموجود هناك. انا افتكر الشرق هو يمثل الرؤيه الحقيقيه بالنسبه للسودان. ونحن لما كوننا مجلس شورى الهدندبه، وما القصد انه هو اساسا منظمه مجتمع مدني، لكن الاصل فيها هو الثقافه السائده في شرق السودان. صح، الرمز هو الهدندبه، زي ما الان بيسموا دارفور. دارفور هي قد لا تكون لكل الفوري، لكن ما في زول بينزعج من مسمى الفوري هناك باعتبار انهم الاصل. حتى الخدمات اللي كان الخدمات والجانب التليغ هذه المنظمه مقصوده كل انسان المنطقه يعني، بكل خدماتها وكل جانب التوعوي، لانه لو ما استقر الشريك بديهي ما يستقر السودان يعني. طيب في اطار استقرار الشرق ده ذاته استاذ ابو فاطمه، يمكن خلينا نجيب في نقطه مهمه اللي هي الادارات الاهليه، واحده من الاليات المفعله بصوره كبيره جدا في شرق السودان. خلينا نجيب في دور الادارات الاهليه دي نفسها، هل دور اجتماعي ولا دور ثقافي ولا شنو الادوار اللي بتقوم بها؟ جميل السؤال. هو دوره طبعا دور اجتماعي، دور ثقافي، ده اللي يفترض يكون. ونحن بالنسبه لنا بالذات في الهدندوه، مثلا زعيم القبيله ما كان بيسميه ناظر. طبعا كلمه ناظر انتم يمكن نحن الجيل الحمد لله يمكن عاصرنا، هي مسمى رسمي يعني، مسمى موظف. في زمان كان في ناظر المدرسه لو تتذكروا، في ناظر المحطه، وفي ناظر البوسطه. فبالتالي كان بشكل متوازي كان في ناظر القبيله. لكن بالنسبه لنا مثلا في الهدندوه كان في يسمى وهدأة، يعني هو زعيم القبيلة. والأخ حسن زي ما ذكرت، حسن نحن بنسميه هداور يعني ابن الزعماء،
لأنه هو سليل النظارة الحقيقية بالنسبة لي الهدان دولة. فبالتالي كان دور هو دور يكاد يكون قبال تشكيل الدولة الحديثة بالنسبة للسودان، وبل شغلتها في عموم السودان قبال تشكيل الدولة الحديثة كان دوره دور سياسي اجتماعي تنموي، وبل كانت يمكن السودان قبال تشكيل الدولة الحديثة تكاد تكون أي قبيلة عبارة عن دولة، يعني حتى بجيشها زمان بتسمعوا ما يسمى بجيشها بأمنها باقتصادها رجعنا للعهد ده مراعية. نعم تمام زمان يعني لا رجعنا للعهد ده حاليا والله انا ما طبعا ابدا باي حال احوال، لانه والا ما كان جلسنا هذه الجلسه. لا قصدي انه دور الادارات الاهليه يعني انه يعني بقت بصوره اكبر بتضاهي الفتره الشديده العهود الفاتت هي اعطت ادوار ما بتستحقها او ما من حقها بالنسبه للادارات الاهليه، هي ما مؤهله لها تماما يعني كانه نحن مثلا قاعدين الان نفوض انه نمارس الطب ونحن ما مؤهلين عشان نكون اطباء، ولا الأطباء مثلا مؤهلين يكون مهندسين، فبالتالي هنا حصل حقيقة خلل كبير في السلام الاجتماعي والجانب الاقتصادي، لأنه السياسة هي منوطة بالاقتصاد والاجتماع والثقافة، فبالتالي ربما جزء كبير من الانهيار والمعاناة الآن بنعانيها في السودان عموما وفي الشرق بالأخص إدخال الإدارات الأهلية في مناطق السياسة وهي لا تعلم فيها، يمكن أغلبهم أمين ولا يدركوا، ممكن حتى نشأتهم تكاد تكون بدوية، يمكن انا لا باس اي زول يقول لك انا من القبيله الفلانيه، لكن نشاته الحضاريه دي مهمه جدا لانه هي هو بيتعلم منها قيم انسانيه قيم وطنيه وهكذا. فبالتالي ادماج الاداره الاهليه في السياسه انا افتكر خطا كبير جدا وبل خطيئه. وانا اتوقع هنجيب فيها لانه مهم نتكلم عنها، لانه لحد اليوم بندفع الثمن في المشاكل دي، والان في النيل الازرق في خلافات واحد من اسبابها ادارة الاهليه يعني. مفروض مشكله حصل انتقال بالنسبه للادارات الاهليه، وانا ممكن احيل السؤال ده ل عشان كده انا عايز اسال الاستاذ حسن. اول حاجه لو كلمنا عن انت رئيس مجلس الشورى شورى الهدندوه، حابين نعرف المجلس ذاته يعني طبيعته والمقصود بالهدندوه تحديدا منو يعني؟ طيب انا قبل ما اجاوب لسؤالك في توضيح بسيط، طبعا يعني اخر ناظر في بالنسبه لاسرتنا ان احنا زي ما يقولوا الاسره بتاعت بيت نظرة الهدندوه بالذات يعني جدي ابوي يعني انا حسن عثمان ابراهيم ده اخر ناظر في بيت النظاره اللي انا انتسب له. فابراهيم موسى ده طبعا توفى في عام 1931، قبل ما يتوفى كان معه اللي هو الناظر تيرك محمد اللمين تيرك، كان هو يعني زي ما تقول الزول المغرب له في الشغل بتاع النظارة الأهلية. فناس والدي كانوا وأخوانه ما كانوا مؤهلين، كانوا غصر كانوا صغار، فنيم هي قالت لتيرك رغم أنه هي يعني بغير وجه حق، لكن ظروف جابته. بالتالي تاني في عهد عبود وعبود طبعا نمشي لعهد عبود، خلينا نمشي لفاصل معلش ما نقدر اوضح لك دوما نمشي لعهد عبود لانه ده عهد طويل جدا يعني محتاج لمساحات اكبر. نمشي لفاصل ونرجع لمصر. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، لسه متواصلين معاكم في حضره المساء ونتكلم عن التركيبه الاجتماعيه في شرق السودان عموما. استاذ حسن كان وقفنا في نقطه مهمه جدا، سردي تاريخي يعني الرمد او النظارات في شرق السودان وتكوينه ذاته كان كيف. خلينا نرجع من النقطه الاخيره كنا واقفين فيها ونواصل. طبعا يهو في عام 58 الرئيس عبود اغال الناظر محمد الامين تيرك، لانه هو اصلا الفريق عبود اصلا هو من اهالي سنكات وعارف النظاره دي اصلا هي كانت حقت منو كده. فبعد ذاك عين عمنا عمر حسيب في الفتره ديك، بعد ذاك جات ثوره 64 اكتوبر 64، ف ثاني تيرك استعان بحزب الامه رجعوا لانه هو زول منسوب للحزب وكده، استمرت بعد ذاك من 64 لحد ما هو تيرك محسوب على حزب الأمة يعني. طبعا محسوب على حزب الأمة وجابوه ناس حزب الأمة، بعد ذاك هو بقى زي ما تقولي ذو الحكومات وسندته الأنظمة الثانية بعد أكتوبر. دي نقطة مهمة جدا يعني. أيوة نقطة مهمة ذكرها. تفضل ده بيوري على حسب الفلسفة التاريخية ذكرها اخونا الرئيس حسن عثمان بيك عن حصل انقطاع بالنسبه للتسلسل تسلسل نظارة الهدندوه. لاحظ هنا في مؤسسيه متوارثه ثقافيه اجتماعيه متعارف عليها، يعني كانوا
انا افتكر الانقطاع ده اللي حصل بالنسبه داخل نظاره الهدندوه وادى لخلل كبير ظاهر الان للاسف، هي انتقلت لتريك وده يمكن يكاد يكون الناظر تريك، هي ما جاته بشكل مسلسل يعني ما فيها المهنيه ما فيها ما هي ما استصحبت معاه الجانب الارثي، عشان كذا كثرت المشاكل حتى داخل الهدندوه حتى بعلاقاتها مع المؤسسات والجهات الثانيه المكونات الثانيه، لانه النظرات المسلسله اساسا عندها حدود خطوط حمراء ما بتتجاوزها، عشان كده يمكن تشكيل الان تشكيل مجلس نعم حاجه مهمه برضه يعني ما نعم. بعيد والسؤال ده موجه لكم الاثنين نعم، اذا كان نظارات او مجلس الشورى الدور الحقيقي المطلوب منها شنو تحديدا نعم. في شباب السودان؟ نعم بالنسبه لمجلس الشورى الاخير اللي كوناه هو اللي يسد الخلل، هو اهميته الاساسيه الانتقال من المجتمع التقليدي او فرضته الواقع بتاع الدوله الحديثه، الانتقال من المجتمع التقليدي الى مجتمع حديث، نحن نعم بنسمي نفسنا هدندوه لكن موجودين داخل مدن وقرى كبيره بيتعايشوا معنا كل المكونات، فبالتالي المسمى ده ارثي ثقافي حتى ما بيابوه ناس الشرق، تلقى الواحد جاي من الشرق بيسمي نفسه ادروب يعني، فبالتالي نحن مهمتنا الانتقال من المجتمع التقليدي الى مجتمع حديث ومجتمع مدني، هو في النهايه منظمه مجتمع مدني، لكن هذا الشخص الذي بيراس هو سليل نظار وبيعرف الارث وبعده هو انسان متعلم وقائد حقيقي يعني، فبالتالي منوط بها الخدمات ورعايه السلام الاجتماعي، لانه الشرق وضع حساس يعني لو ما حصل استقرار مجتمعي وسلام اجتماعي في شرق السودان فبالتالي كل السودان هيتاثر باعتبار ان شرق السودان هو الحلق بتاع الدوله ككل يعني، فمهمه مجالس الشورى، بعدين مجالس الشورى ما بدعه عندنا هي موجوده حتى داخل المركز يعني موجوده في كل القبائل تماما. مجالس الشورى ذاتها والادارات الاهليه شنو الالعاب الادوار اللي بتلعبها في المحافظه على النسيج الاجتماعي في شرق السودان عموما؟ انا قلت لك انت لما تساليني الادارات الاهليه ومجلس الشورى كانك تدمجيهم كانها حاجه واحده. لا ما حاجه واحده، جسمين مختلفين. انا مع السؤال ده اجاوب، هي جسمين تماما مختلفين، دي منظمه مجتمع مدني ودي كان موروث يعني نظار او بمسماته شراتاي وهذا زي ما نسميه كده هكذا، فبالتالي مجالس الشورى فرضتها ظروف الدوله الحديثه والعلاقات الحضريه الموجوده والانصهار الحدث، حتى لو فتشنا الناس نادر ما الزول تلقى دمه الجينات كلها من قبيله واحده متعدده الدماء حتى العلاقات وهكذا، فبالتالي دور الاساسي كان المنوط بها حفظ الامن وحفظ الحواكير ورعاية العلاقات الموروث الثقافي، لكن جزء كبير منها هسه الآن انتقلت إلى مؤسسات الدولة، لو كان تعليم من كان صحة لو كان توزيع الأراضي وهكذا. طيب حتى وصلنا للختام يعني المخرج قال خلاص أختمه، لكن ده سؤال أخير في ظرف بتاع 30 ثانية تجاوب فيها الاثنين. نعم. هل الآن مجالس الشورى والنظارات وكل المسميات الآن في شرق السودان بتلعب دور الحقيقي في المجتمع ولا دور السياسي في 30 ثانية الاثنين طوال؟ طيب انا خلي انقل السؤال للرئيس حسن. تفضل. طبعا هو المجالس طبعا في المجلس حس عندنا نحن هناك يعني القيادات الكبيره زي النظار وكده بقوا هم سياسيين اكثر من يكونوا يعني قيادات اهليه، فبالتالي المجلس هو يهتم اكثر من خدمات المجتمع يعني يقدم خدمه. وصلت. ايوه شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. عندك اضافه على الكلام؟ انا نعم يعني لابد ان افتكر مهمه جدا مجالس الشورى كمفهوم حديث كمفهوم بتاع منظمه مجتمع مدني هو بيسهر المجتمعات، وان كان قد يكون اسمه قبلي ظاهريا لكن في جوهره هو انتقال رابط ما بين القبيله بتكوين القديم وما بين الدوله، هو علاقه بتاع مجتمع مدني يعني لابد من الانتقال له، فنفتكر مجالس الشورى لانه كل الناس اللي فيها هم ناس مستنيرين وناس قلوبهم على الدوله ككل يعني، فبالتالي كيفيه نقل انسان الريف في مفهومه في علاقاته مع الدوله الى مجتمع حديث عشان كده لابد من وجود يعني. شكرا جزيلا. شكرا لكم جدا استاذ حسن واستاذ ابو فاطمه، سعدتونا ونورتونا، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم تبارك الله، نحن سعيدين جدا. شكرا. اشكركم جدا وصلنا للختام في مساحه اليوم الاحد تسنيم، ان شاء الله دائما الناس يتلاقى والسلام يعم اذا كان شرق السودان او اقليم النيل الازرق الان اللي فيه احداث قبليه، امنياتنا للسلام في السودان بشكل عام. يمكن الحلقه دي الليله مختلفه تماما لانها حلقه بتتكلم عن السودان بصوره عامه، عن شرق السودان، عن شمال السودان، شمال السودان، عن يعني المشكلات وال يعني الحاجات الحقيقيه اللي ممكن تكون صانعات ازمه في السودان. شكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا جزيلا يا حسن، شكرا لكل المشاهدين الكرام المتابعين، شكرا لفريق عمل اليوم، لحد ما نلقاكم في مساحه ثانيه. السلام عليكم.